السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مساء الخير. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الأشياء الجميلة اللي هي تظهر لنا مفاجأة كهدية بدون ما احنا حاسبين لها حساب أو زارعيها، ودائما الحمد لله وشكر حديقتي تعطيني بعض الهدايا الصغيرة. قبل فترة لاحظت هذا النبات، إذا تشوفوه أخضر جميل، رغم أنه المكان يعني مو مناسب لزراعته لأن صاير تحت الليمونة، لكنه هو سبحان الله شلون مخضر وممتد وبحالة جيدة سبحان الله، لأن يعني دائما الله سبحانه وتعالى يثبت لنا أنه القرآن قول حق، الله الزارع مو إحنا الزارعين، يعني إحنا مجرد سبب. طبعا بعدين اكتشفت يعني تبعت، انا اعرف هذا بطاطا لكنه كانوا بالبيت متفاجئين، وهاي فلما تقربت عرفت هي البطاطا، ثمرت بطاطا متروكة ومشمورة هنا، او بالاحرى هي ثمرتين ولا الثمرة الثانية هاي، واذا بيها مجذرة وطالعة نبات بطاطا جميل. شوف سبحان الله لما النبات يكون هو نوع يعني مشمس، هو يبحث ويمشي ويدور على الشمس. ليش؟ لان هو نبت هنا البطاطا كانت تحت الليمونة، فيبحث عن الضوء لان هو يحتاج الضوء. خلي اشوفكم من غير زاوية، هاي ثمرة ممتدة وهاي ثمرة اخرى، وهذا النبات يعني بالبداية كان واقف، أنا ما سويت له فيديو، صار له فترة بصراحة طالع زين. شوفوا ما شاء الله من قد ما طولت الفروع مالته لحد وين وصلت، تقريبا أكثر من نصف متر، وهي راحة تبحث عن الضوء. بهاي الحالة سواء أنتوا كنتوا زارعيها أو ما كنتوا زارعيها، أنا تكلمت هواية عن زراعة نبات البطاطا وهي تكون من الدرنات، وفيديوهات سابقة أيضا صورت لكم شلون نزرع البطاطا حتى من القشور إذا يكون بها موجود درنات. زراعة البطاطا أسهل ما يكون، جدا مفرحة وطعمها غير شكل، اللي تزرعوها بالبيت صدقوني طعمها غير شكل، يكون الطعم لذيذ جدا، لكنها بطاطا تحب شمس تحب مكان. أنا بس مجرد يعني أحب يعني تجارب، دائما أعيد تجارب. هاي البطاطا اللي هسه طلعت يعني يا اما نعوفها مكانها، بس ما راح يشيل حمل لانه يعني مكشوفه الثمره، مكشوفه شوفوا، هي المفروض الثمره تكون يعني تحت التراب، بقى هاي الثمره الثانيه وهاي الثمره. بهاي الحاله ايش نسوي؟ يا اما ندفنهن، ندفن الثمره وهي بهذا المكان حتى بعد 90 يوم تقريبا ان شاء الله يبدي النبات هذا الاخضر الجميل يصفر، فمن يصفر ويبس نعرف ان البطاطا نضجت تحت التربة، يعني هي البطاطا عبارة عن جذور. يا اما نغطيها بالقش هي ومكانها حتى لا تأثر على نبات المكحلة اللي هسه هو يعني هي طالعة بين المكحلة، شوفوا. يا اما نغطيها بالقش وتنمو تكبر وتصير بها ثمار، يا اما نغطيها بالتراب، يا اما ناخذها نزرعها بسندانه او بكيس طحين كيس رز، كل شيء تنجح البديته كل شيء. انا صراحه ارد ازرعها بهاي السندانه، السندانه البيضاء صراحه اشوفكم شلون. ومع هذا راح اسوي تجربتين، راح اشيل ثمره من الثماره اخليها بالسندانه، ثمره اغطيها بتربه قليله حتى لا تاثر على المكحله ولا يعني اخسر الثمرتين. انا دائما هيك اسوي، يعني يقول مثل ما يقول المثل ازرع في كل عش بيضة، اوضع في كل عش بيضة. واحدة راح احطها ان شاء الله بالسندانة، اشوفكم النتيجة ان شاء الله من تنضج بعد 90 يوم تقريبا. انا شفت هذا البوتية مجذرة وطالع النمو، هذا الخضر تقريبا صار يعني 15 يوم 20 يوم، فباقي لها ان شاء الله هواي. واحدة اخليها مكانها بس ادفنها بالتربة ونشوف والله تشيل بوتيتها لو لا، وحدة أخليها بسندانة. وخليكم وياي وصلوا على النبي، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ناخذها نزرعها ونصلي على النبي ونشوف. خليكم وياي. هاي السندانة حجمها مناسب، قطرها تقريبا 30 سنتيمتر، وارتفاعها ايضا مناسب حتى نزرع البطاطا. طبعا قبل ما اقولكم شلون راح نزرعها، حضرنا مكان، خليت لها شوية قرفة لان هاي التربة مستخدمة حتى اذا بيها بكتيريا او فشي يعني ما يضر درنة البطاطا، ما نأذي الجذور احنا وننقلها. اطلب من عندكم تدعمون قناتي باللايك والاشتراك حتى يستفاد اكثر عدد من الناس. اذا شفتوا قناتي تستحق واذا عجبكم الفيديو ادعموني. اني اشكر كل من يعلق لي تعليق لطيف، واشكر كل من يدعم قناتي، ورجاء اللي بوع على حديقتي يقول بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، ويصلي على النبي حتى يكسب هو اجر ويكسبني ويا اجر. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نزرع البطاطا ونشوف. وهاي ثمرة البطاطا، نقلناها من هالتربة، هاي مكانها طبعا ياها شوية نباتات مكحلة صارت. اوكي ماكو مشكلة لانه حتى لا تحس بالغربة. خليناها وسمينا بسم الله الرحمن الرحيم وصلينا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هاي الثمرة طبعا شوية رشيتها على الليمون. وهاي الطيور الجميلة هسه خلصنا ندفنها ونسقيها بمي قليل. ليش؟ لان التربة هي رطبة، وثانية نغطيها بالتراب حتى شوفوا بقت مكانها نشوف. طبعا اكيد هي اللي بالارض احسن، لكنه ما يصير تبقى الثمره مكشوفه، لازم الثمره تكون مغطاه بالتربه. وهذا كل ما كان عندنا، ان شاء الله الفيديو عجبكم، ودائما ادعوكم انه تدعمون قناتي، قناه فلفل وقرنفل على اليوتيوب. وندفنها نرجع لكم. صلى على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هاي نبات البطاطا شكد جميل، يعني جميل وسهل متوفر بالبيت. اي بوتيتا عندكم قديمه بيها درنات مثل الجذور ازرعوها تنجح. انا عن تجربه نجحت عندي يعني بعده اشكال، حتى من القشور كنت اقشر البطاطا اللي بيها جذور انا ادفنها تصير نبات، وكنا من عندها طعمها كان كلش لذيذ. وهذا نبات الفلفل الحار، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، مورد. هنا ردمناها بالتراب وخلينا لها قطعة من الحديد حتى تسندها. نشوف بالأيام المقبلة إن شاء الله نظل نخليها مكان مشمس، نحاول ندور لها مكان بالحديقة شوية بشمس حتى تنمو بشكل جيد وتتكاثر البطاطا تحت الأرض. وهذيك البوتيتة إن شاء الله راح شنو راح نردمها بالتراب حتى تبدي تبني لنا درنات البطاطا. وهذا كل ما كان عندنا لليوم. وهذا الليمون صلى على النبي بدا يصفر، بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شكرا جزيلا لكم، يعني ما اقول لكم على الريحة سبحان الله، يعني بس اضخ شجرة الليمون العطر بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. يا ربي اسألكم البركة في رزقكم واعماركم وعافيتكم يا ربي وبيوتكم. شكرا جزيلا لكل من يعلق لي تعليق جميل، شكرا جزيلا لكل من يدعم قناتي، شكرا جزيلا لكل من يدعي لي دعاء بالخير، ربي يكتب له بالمثل والزيادة. ادعموني حتى استمر واحس انه انا دا افيد احد. كتبوا لي بالتعليقات شنو رايكم عن فيديوهاتي عن قناتي، كتبوا لي بالتعليقات شنو رايكم، زارعين البوتيتا قبل، ضايقين زرع من ايديكم، او عن تجاربكم، واي سؤال اني حاضره وبالخدمه عن الزرع والزراعه. شكرا جزيلا لكم، ربي يسعدكم، في امان الله، دائما صلوا على النبي لا تنسون تفلحون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.